مرحبا شباب، بنتكلم عن لينكد ليست. أنا شفت هالفكرة مناسبة. أن تقدر تشرح شنو هو فكرة لينكد ليست؟ لينكد ليست هو معناته لستة من الداتا، ولكن طريقة انتقالها عن طريق اللستة اللي قبلها. يعني أن إذا عندك داتا تبي تروح، هو مجموعة داتا ولكن مرتبطين، أن شنو كل واحد يأشر حق اللي عقبه. يعني مثلا كأنه صف أو طابور، مثلا تسأل أول واحد موجود تقول له من اللي وراك، يأشر على اللي وراه. تروح حق اللي وراه تقول له من اللي وراك، فيأشر على اللي وراه، وكذي إلى آخر واحد ما عنده أحد يأشر عليه. زين، فأنا حبيت أسوي هالمثال عشان الفكرة توضح. هالمثال إن إحنا بنكون ساعي بريد ونبي نوصل رسالتنا حق التكنيشن، ولكن احنا ما نعرف اي بيت موجود في التكنيشن. فاول مكان بنبتدي هو بيت الدكتور اللي هو رقمه 121. زين، فوين بنروح؟ اول مكان نبتدي بيت الدكتور اللي رقمه 121. فوين بنروح؟ قال الدكتور روح حق بيت 112. يعني مثلا الدكتور ما يعرف الا بيت واحد، البيت اللي عقبه، او يعرف بس شخص واحد في هالمنطقه. كل واحد منهم يعرف بس شخص واحد، فكل واحد بيدليك انه وين تروح، والثاني بيدليك ليه ما شو اسمه ليه ما توصل. زين، فرحنا حق الدكتور قال لنا go to house 1112. زين، ف من هنا بنروح الى هالبيت. اوكي، فهني بيت الانجينير مو نفس التارجت اللي احنا نبغيه، فقال لنا روح بيت ترابل 1 اللي هو هني. زين، هاي بيت الاكاونت مو التارجت مالنا، قال لنا روح بيت 1 2. زين، فرحنا هني هاي شيف مو التارجت مالنا، قال لنا روحوا بيت 113. زين، فبنروح احنا بيت 113 هني هير دريسر، بعد مو التارجت مالنا، قال لنا روحوا 114. زين، فبروح دبل 1 4 اللي هو هاي. هني لوير قال لنا روحوا 1 2 3 اللي هو هني. 1 2 3 قال لنا روح الى بيت 1 2 4. تمام، شفتوا شلون الليستة صارت؟ ان كل واحد بس يعرف البيت، يعني يعرف بيت واحد، فيوديك حق ذي وانت ماشي الى ما توصل حق المكان اللي تبغي. بالضبط يصير نفس الشيء، فبيكون الديتا بهالطريقة. هاي نسبة حق السنجل، انه بس يعطيك شنو اللي عقبه. لو كان دبل زين بيكون بهالطريقة، انه مثلا خلنا نقول احنا رحنا هني هالبيت. زين، فهالبيت يقول لك روح حق البيت اللي قبل اللي هني، وشنو ويرجعك عند وين؟ عند بيت الدكتور هني، يعني عنده معلومتين. زين، واذا هنا هني بعد نفس الشغلة، يودينا حق بيت اللي ترابل 1 اللي هني، ويرجعنا حق البيت اللي جينا منه. فيعطيك هم شنو عقبه وشنو قبله. تمام، هاي نسبة حق الدبل. هاي نسبة، هاي المثال، يعني ان شاء الله قدرت احاول اقرب الفكرة، ولكن خلنا نروح حق الكمبيوتر ونشوف في الميموري شلون قاعد يصير. فبيكون بهالطريقة. عندنا ميموري، كل جزء في الميموري له ذي ادرس معين. مثال احنا خذينا 5000. لو تشوفون اي شيء شغله بيكون على الميموري، بيستهلك ميموري.
زين، ولكن الميموري شنو بيرتب الأشياء، بيرتبهم من في أدرس واحد، من في أدرس اثنين، من في أدرس ثلاثة وكذي يعني. فخلنا نقول هاي المكان اللي بالرصاصة هاي فل، زين، والمكان الأبيض هو الفاضي. ميزة اللينكلس إنه شنو، إنه ما يحتاج كل الأدرس يكونوا فاضيين ورا بعض، أما الإيري يحتاج كلهم يكونوا فاضيين ورا بعض. يعني مثلا خلينا نقول نحتاج 4 أدرس من الميموري، لازم يكونوا 4 فاضيين ورا بعض. إذا يحصل مثلا 3 زين، والرابع واحد فل، ما يصير، يروح يدور مكان ثاني، يدور أو 4 أدرسات يكونوا فاضيين. زين، فهاي أول ميزة عند اللينك ليست، إنه مو شرط يكون الأدرس ميموري ورا بعض. يعني مثلا نقدر نبدي من 5002، ثاني واحد يكون شنو 5004 مثل ما نشوف هني، إنه عادي كلش. علشان نربط الديتا في بعض، شنو فكروا ان شنو يسوون كلاس في بس شغلتين اثنين، في ديتا وفي ناكس. ناكس هو عبارة عن ادرس الميموري اللي عقب، تمام. وهالشي اللي تشوفونه زين سموه شنو، نود. نود اللي هو معناته شنو، معناته عقدة. زين، ليش سموه عقدة؟ لانه صاير تقريبا بهالشكل، زين، ان كل عقد مرتبطين ببعض بخيط او لينك او شيء كذي، تمام. كل نود في شغلتين. هاي احنا قاعد نتكلم عن السنجل، في ديتا وفي ادرس ميموري حق اللي عقبه، تمام. هم يعني ما في ربط معين او شيء، الربط الوحيد انه شنو، كل نود يعرف شنو اللي عقبه. هاي بهالطريقة مربوطين، حتى لو أماكنهم في الميموري بعيدة ومو صوب بعض، ولكن كل نود يعرف إنه وين مكانه في الميموري موجود. ولكن وايد ضروري إنه شنو يكون، إن نحدد أول نود، فمن كذي بيكون عندنا هيد، نحدد أول واحد، نقول إن هاي البداية مالتنا، هالأدرس هو البداية. مثلا خلينا نقول إن هالأدرس هاي هو البداية مالتنا، هو الهيد، تمام. إذن إذا عرفنا الهيد خلاص انتهت القضية. إذن فشنو، فبعدين الهيد بيعطينا الأدرس الثاني اللي عقب اللي بنروحه. فمن هالأدرس احنا شنو دايركت نروح وين، هالأدرس. وهالأدرس شنو من ديتا موجودة فيه، هالثلاثين. زين، نبي نكمل، بيعطينا بعد أدرس، زين، بنروحه، شنو موجود في هالأدرس، ديتا 40. نبي نكمل، بعد أعطاني أدرس بروحه، فرحنا حق آخر شيء في الليست، أعطاني الديتا ولكن شنو ما في أدرس، إنه خلاص، إنه نخلص الليست ما في شيء بعد. فمن كذي هني بيكون نال، فهو بيمشي بهالطريقة. فإذا نرجع بالصورة الأكبر، هاي الهيد، إذن أول عقدة فيها ديتا وفيها أدرس، المكان اللي لازم نبتدي فيه. في شغلة كريهة في اللينك ليست، إن شنو مثلا، إن أنا أبغي أروح حق ثالث واحد دايركت، ما يصير، لازم ابتدي من الاول وانا رايح حق الثاني، زين، بعدين اروح حق الثالث والرابع وكذي يعني الى اخر الليست. ليش السبب؟ لان الاول الهيد بيعطيني الادرس اللي عقبه، ما بيعطيني ادرسات الباقي ولا يدري عنهم، زين. فاروح الثاني يعطيني ادرس الثالث وكذي، فما اقدر ادش من الناس. فمن كذي السيرش مالي يسمونه ترافل، يعني من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، تمام. الوصل هو الكلاس شنو صاير، صار كلاسين في بعض، كلاس نود بس يسوي لي هالاثنين، يسوي لي
data و next اللي هو الادرس زين هاي كلاس داخل اللينك ليست، واللينك ليست شنو يتحكم فيها النوتات، يخلي من قبل من الهيد من يصير ثاني واحد من يضبط النكس وكذي يعني صاير زين. فهاي اكثر مثال بنستخدمه بعدين علشان نراويكم اللينك ليست. في ميزة في اللينك ليست مو موجودة في الاري ليست. اري اذا بنمسح ديتا لازم شنو نسوي شيفتنج حق كل الديتا اللي قبل عشان مكانها ما يتغير. مثلا مسحنا شيء في اندكس 5 زين، لازم كل اللي عقب الخمسة نرجعهم خطوة، يعني اللي كان اندكس 6 يرجع يصير 5، اللي كان 7 يصير 6 وكذي. فهاي تأخير يسبب لنا، فهاي مشكلة. اما لينكد ليست كلش ما يحتاج هالشيء. في حال نبي نمسح ديتا شنو يصير؟ شوفوا هاي الادرس ميموري، مثلا خلينا نقول بمسح هاي ديتا 40، شوفوا هني الادرس ميموري سيدا اشطب عليه واخليه شنو بداله اخلي 5008 اللي هو شنو اي ادرس، هاي الادرس اللي تحت. فكذي كاني سويت له سكيب تمام من 30 دايركت اذا راح هني او كذي يعني خلينا نقول راح كذي زين، وهاي سيدي اعطاني الديتا. بهالطريقه ينمسح اللينكد ليست، انه ما يحتاج اروح اضبطهم كلهم ما يحتاج، بس اللي شنو اللي مربوط فيه، يعني مثلا هاي 30 يعطيني ادرس 40، فبس اغير الادرس مال 30 وبس انتهى الموضوع. خلينا نقول ان انا ابي اضيف بعد نودة في النص تمام. شلون بيصير الطريقة؟ خلينا نقول ان انا ابي اضيف النودة في الليست في النص، ابي ادخلها ما بين 30 و 40 زين. شلون بيصير الموضوع كله؟ خلينا نقول هاي الادرس ميموري ماله مثلا هني زين في الـ 5007 تمام، هاي الادرس ماله. فشنو بسوي؟ اول شيء بروح حق 30 بغير الادرس ميموري مالتها، فكم بيصير؟ فبكنسل هاي، فكم بيصير الادرس ميموري مالتها؟ بتصير 5007 تمام. فشنو كني سويت لينك بين هاي وهاي او كذي، او سويت لينك بهالطريقة زين. بعدين يوم ادخل هالادرس الميموري يعطيني ديتا زين، عشان يكمل الليست فشنو بيعطيني الادرس ميموري اللي مسحته هني بخليه هني، بخليه هني 5006 تمام. فهني كأنه صار لينك من 65 إلى 40 بهالطريقة، أو من الميموري كذي تمام. وهاي بيوديني حق 50. فكلش سهل، لا يحتاج شيفتنج لا يحتاج شيء. فهاي الفكرة نسبة حق السنجل، ولكن نسبة حق الدبل خلينا نشوف الدبل شلون. فهاي الدبل شنو صاير؟ النودة مالت اختلفت من مكان بس يكون ديتا ونكس، صار ديتا ونكس وبريفيوس زين. فشنو فصاير ربط انه شنو قبلي وشنو عقبي تمام. لو ناخذ التوصيلة مثلا، هاي الادرس ميموري مالتها هني اوكي، فشنو قبلي ما في شيء قبلي، شنو عقبي بيوديني حق من؟ حق الادرس ميموري هاي تمام. زين اذا نروح حق الادرس ميموري هاي هني بيقول لي شنو اللي كان قبلي تمام. كان في ربطتين بينهم، يعني لو بنرسم الاسهم صار كنا شلون، كنا سهم
كنا السهم يوديك كذي حق اللي عقب، والسهم الثاني يرجعك. يعني اذا تبي ترجع تعرف شنو اللي قبلك، يعني صار كأنه يعرف اللي قبله واللي عقبه ثيناتهم. وهاي الشيء كلش ممتاز يساعدنا. وعندنا السيركلر لينكد ليست، يعني من مكان هنا يكون نال يروح حق من؟ يروح حق اخر واحد، يعني تقول له شنو قبلي يقول لك ذي اخر واحد. وهني من مكان يكون نل النكس يقول لك شنو عقبي وديك حق اول واحد. هاي يسمونه السيركلر لينكد ليست. تمام، في اشياء واقعيه ابي اراويكم في اللينكد ليست، يعني في الكمبيوتر انه وين استخدموه بالضبط. اول مثال نقدر ناخذ البلاير، يعني تشوفوا هني الاغاني، يوم نضرب نيكست بعدين باك يا بريفيوس يرجعنا ويبنا قبل. زين، شلون يعرف شنو اللي قبله وشنو اللي عقبه؟ استخدموا نفس الطريقه، ان انت يوم سويت البلاي ليست خليتهم بهالترتيب. تمام، هاي واحدة من الأمثلة. أمثلة الثانية الـ Gallery Image، يعني تشوفوا الحين تضغطون Next وعقب يرجعكم حق نفس الشيء، فهاي كلها Linked List. تمام، وفي البروزر يعني تشوفوا هنا مثلا نرجع في الصفحات، شلون يعرف شنو أي صفحة احنا زرناها آخر شيء أو شنو قبلها؟ بنفس النظام بالضبط، تشوفوا نقدر نرجع حق نفس الصفحة. هاي كله مستخدم في لينكد ليست. تمام، اتوقع ان شاء الله يكون واضح، قدرت اوصل الفكره. هو مع الكودينج ان شاء الله بتفهمون الفكره ازيد.